نقلها وغيرها من الأمور هاي. وشنو الكايلوميكرون وشنو VLDL وغيرها من الأمور. عرفنا أن الكايلوميكرون هي الدهون الثلاثية اللي بالأمعاء، بينما VLDL هي الدهون الثلاثية اللي بالكبد. هنا أنا فقط راح يصير يعني تكمل الحكي اللي حكيته. يقول لي هسه أنه الكايلوميكرون بشكل عام from blood it's rabbit. هنا أنا دي يقول لي أنه الكايلوميكرون هو شنية، هو الدهون الثلاثية اللي تتكون بالأمعاء. دي يقول لي من تروح للدم راح تتدفق بالدم بسرعة نوعا ما. الهاف تايم شنو؟ هواي ناس يعني اسأل ما يعرفوا شنو هاف تايم. هاف تايم يعني هسه انت هنا مثلا اقول لك هذا الدواء محتاج مثلا عسبي او مو دواء، هاي المادة 6 أشهر يلا تصير اكسباير، 6 months يلا تصير اكسباير. فمعناتها شنو نص الفترة مالتها؟ نص الفترة مالتها هي 3 أشهر. فهي هاي فكرة الهاف تايم تجاه اي شيء، هي نص الفترة اللي يحتاجها قبل ما يصير شنو اكسباير. فالوقت اللي يحتاج على مود يتدفق بالدم هو ساعة واحدة، يعني هذا يعني مثلا الوقت الكامل شقد ساعتين يعني لحد ما يخلص التدفق. نص الوقت شقد ساعة واحدة تحتاج هاي الكايلوميكرون على مود تطلع من الامعاء ويتم تحطيمها بالدم، يتم تحطيمها الى شنو الى جزيئات اصغر. زين هسه دا يقول لي بشكل عام انه هذا الكايلوميكرون يقول لي انه هي دتنتقل من الامعاء الى الانسجه الاخرى، الى الانسجه الدهنيه، للقلب، للعضلات. العضلات بنسبه 80%، الكبد تروح لها بنسبه 20%. هاي كلها من الكايلوميكرون، فده تطلع من الامعاء وده تروح عن طريق الدم وده تاخذ سرعه ساعه واحده على مود تروح لهاي الاعضاء الباقيه. The liver doesn't metabolize native كايلوميكرون or VLDL significantly. نعم ده يقول لي انه الليفر الكبد ما راح يستعمل هذا الكايلوميكرون. ما يعني شلون اوصف لكم اياه؟ ما يتعامل ويا الكايلوميكرون والدهون المخففه مثل ما بقيه الاعضاء تتعامل ويا. بقيه الاعضاء تتعامل ويا هذا الكايلوميكرون على انه هو شيء اساسي، شيء اصلي، لكن هنا الكبد لا ما راح يتعامل ويا. فاذا اجيب لك ام سي كيو انه شنو العضو اللي ما يتعامل ويا الكايلوميكرون والدهون المخففه، ايش راح تقولوا لي؟ راح تقولوا لي الكبد. بكل بساطه ما يتعامل وياها على انه هي شيء اساسي، راح يتعامل وياها على انه هي شنو شيء سكندري، شيء عباره عن شغله شنو ثانوية، يطلعها من الكبد إلى الأنسجة الخارج كبدية. هسه يرجع مرة الأخت يقول لنا إنه الدهون الثلاثية والكايلوميكرون والVLDL هيدرولايز باي ليبوبروتين ليبيس. شنو الإنزيم المسؤول عن تحليل الدهون الثلاثية والكايلوميكرون؟ هي نفسها الدهون الثلاثية اللي بالأمعاء، والVLDL هي نفسها الدهون الثلاثية اللي بالكبد. من اللي مسؤول عن تحليلها؟ يا إنزيم اللي هو الليبوبروتين ليبيز، اوكي ليبوبروتين اللي هي البروتينات او الدهون البروتينيه. هذا يقول located in the walls of blood capillary. هذا وين يقع؟ شنو هي الكابيلاري؟ الكابيلاري هي الشعيره الدمويه، يعني صراحه الناس ما تعرف شنو شعيره دمويه. انتم عندكم قلب، القلب يحيط به شنو اريتريز اللي هي الشرايين، فيز اللي هي الاورده. فالشرايين والاورده كل ما تمشي بالجسم انت حجمها شويه شويه يصغر، تتحول الى شرايين ومريد او اريتريول وفينس، وتبدي شويه شويه تصغر الى ان تصير شيء يشبه الشعره. هاي نسميها الكابيلاري اللي هي الشعيره الدمويه. فدا يقول لي انه سطح هذه الشعيره الدمويه تحتوي على هذا الليبوبروتين ليبيز. بكل اختصار هنا من المسؤول عن انه هو يدعم هذا البروتين او يقوي هذا البروتين؟ فشي اسمه بروتيوغلايكان تشين هيبرين سلفيت. نظام بروتيوغلايكان هو عبارة عن نظام من السكريات ويحتوي على جزيئات السلفر. هذه مسؤولة عن تدعيم جزيئات البروتين او العفو تدعيم هذا الانزيم اللي موجود بسطح الاوعية الدموية. زين ايضا هذا نلقاه وين؟ هذا مو بس بسطح الشعيرات الدموية، ايضا احنا نلقاه بالقلب، بالانسجة الدهنية، بالطحال، بالرئة، بالرينال مدلة. شنو الرينال مدلة؟ الرينال مدلة اللي هي لب الكلى، الاورتة اللي هو الابهر. هواي ناس ما يعرفون شنو الابهر. الابهر هو الشريان اللي يطلع من الاذين الايسر مال قلب، اكبر شريان بالجسم.
شنو الأكبر شريان بجسم أورتي أو أورتي حسب شنو يعجبكم تلوفوه. فهذا شوفوا الإنزيم اللي هو الإنزيم اللي هو ليبوبروتين ليبيز المحلل للدهون وين موجود؟ موجود بكل هاي الأماكن، الدايفرام الحجاب الحاجز، لاكتيك ميموري جلاند اللي هي الغدد اللبنية، هذه الأماكن هي كلها موجود بيها هذا الإنزيم. لكن إيش يقول لكم؟ يقول لكم هنا although it is not active in adult liver يكون، لكن بالكبد مال الناس البالغة يكون موجود هذا الإنزيم بكل اختصار، فهو موجود بكل الأعضاء وبسطح الشعيرات الدموية ما عدا الكبد عند البالغين. زين it is not normally found in blood هذا ما نلقاه بالدم. okay following injection of heparin lipoprotein lipase is released from heparin sulfate binding site into the circulation. تقول هو ما نلقاه بالدم، لكن أنا شلون أقدر أخليه يصير بالدم؟ عن طريق إنه أني أحقن مادة الهيبارين اللي هي تحتوي على هذا الإنزيم. يعني هذا الدم تخيل وياي هو مو موجود بالدم، راح تجي تحقن الدم بمادة الهيبارين. الهيبارين مر عليكم أوكي هي شنو هي هذه المواد الهيبارين وال من يعني المواد اللي عفوا منكم انه هي تخثر الدم اوكي العفو تخثر الدم تزيل خثرة الدم والهيبارين هذاك البروثرومبين. الهيبارين هي المادة اللي توخر الخثرة مال الدم. فانت هنا ايش تسوي؟ انت هذا الدم حقنت بمادة الهيبارين اللي هي تحتوي على هذا الليبوبروتين ليبيز. زين أنا حقنت بهذه المادة، هذه المادة ايش راح تسوي بعدين؟ هذه المادة راح ترتبط بفتشي اسمه هبران. هذا الهبران موجود بالدم، هذا الهبران هو راح يرتبط به الليبوبروتين ليبيز على مود راح تصير عند القابلية على انه هو ينتقل بالدم. هسه تقولون ايش اسوي بينتقل بالدم؟ مثلا انت هذه طبعا المادة يستخدموها لهذول اللي يصير عندهم لا سمح الله جلطات او يصير عندهم تصلب بالشرايين، وكذلك ايضا يستعملوها بحالة القسطرة اللي هي فتح للأوعية، او هذول الجماعة التصلب بالشرايين يكون عندهم هنا هذا الوعاء الدموي او هذا الشريان بشكل عام يكون اكو هنا دهون دائرة مدائرة، فهم شلون يفتحوا؟ يعني مثلا يدخلون صاندة بها ماء على مود يوخرون الدهن؟ لا طبعا، يجيبون هاي مادة الهيبارين ليبوبروتين اوكي يزرعوها هنا بالدم او يدخلوها داخل الشريان. هذه من راح تدخل داخل الشريان راح ترتبط بفتشي اسمه هبران اوكي. هذا الهبران هنا من ارتبطت به هذا الانزيم المحلل مالتي صار فعال، فراح يبدي شويه شويه انه هو يحلل الدهون باعتباره هو انزيم محلل للدهون بكل اختصار اوكي. زين نجي هنا الهيباتيك ليبيز. هسه عندي عرفنا هسه فكره هذا الانزيم الاول. الانزيم الثاني اللي هو شنو؟ الهيباتيك ليبيز. هذا الهيباتيك ليبيز هذا وين القاه؟ هذا القاه تقريبا بالتجاويف مال التجاويف اللي موجودة على سطح الكبد. يعني هذا الكبد مالتي وهذه التجاويف اللي موجودة على سطح الكبد ألقى هناك اللي هو من هو من اسمه هيباتك. يعني هو وين موجود؟ يعني هو موجود بالكبد، موجود بالخلايا الكبدية. And it's also released by هيبارين. أيضا منو يساعد على وصول هذا؟ حال الفوق أيضا الهيبارين هو راح يساعد وصوله إلى العضو اللي يحتاج أنه أنا أحلل الدهون مالته. يقول لي هذا الإنزيم do not react readily with كايلوميكرون or VLDL. هذا ما راح يحلل لي VLDL والكايلوميكرون، لكن ايش راح يحلل؟ راح يحلل الكايلوميكرون اللي موجودة بالرمنت اللي هي موجودة بالمشترات والHDL. يعني شنو رمنت؟ يعني اللي هن الثدييات الجمل، مو كل الثدييات، هذن اللي عندهم القابلية على انهم يشترون العشب من القاع. فهنا نجدي يقول لي انه هذا الهيباتيك ليبيز بكل اختصار هذا اللي توصله مادة الهيبارين بالدم. هاي اول فقرة موجود بالخلايا الكبدية على سطح الكبد، هاي ثاني فقرة. ثالث فقرة ما يحلل لي الكايلوميكرون والفي ال دي ال، لكن يحلل لي الكايلوميكرون اللي موجود وين؟ اللي موجود انا عندي بالمشترات، وحلل لي الاش دي ال اللي هي الدهون عالية الكثافة. شنو الفي ال دي ال؟ اذا تذكر مبارحة قلنا هي الاشياء اللي نسبة الدهون بيها عالية والبروتين بيها قليلة، وكل ما زادت نسبة البروتين كل ما قلت الكثافة، بينما عكس الاش دي ال هي الاشياء اللي الدهون بيها قليلة بينما البروتينات بيها عالية. ليش؟ لان قلنا كل ما صغر حجم الدهون قلت وياها العفو زادت وياها الكثافة. زين نكمل هنا both phospholipid and ABO C2. هنا دا يقول لي هسه
عندي نوع من الدهون الثانية مرحة مرت علينا الفوسفوليبيد هي كانت الانفيباثيتك. الانفيباثيتك يعني اللي يذوب بالماء واللي يذوب بالدهون، جزء منها يذوب بالماء جزء منها عادي ما يذوب بالماء يحب الدهون. وأبو سي اللي هو هذا هم كان نوع ثاني من الدهون. هذين شنن هذين راح يحتاجن عوامل مساعدة اوكي على مود يتنشط وياهن الليبوبروتين ليبيز. يعني الليبوبروتين ليبيز ما راح يشتغل وحده، راح يحتاج هو عوامل مساعده على مود انه هو يتنشط زين. عندي الابو اي والابو سي هذني كلها شنو النا انهبيترز، هاي انتوا هنا لا تدخلون بيها نفسكم، فقط انت افهمني هنا انه الانزيم شنو هنا مثبط، انهبيترز يعني مثبطات لعمليه التحلل، فافهم لي شغلتين يعني.